السرياني واخيرا فاز على نيجيريا بليغور بهدفين مقابل صفر، وكذلك بحصتنا في ارض الوطن بهدفين مقابل هدف واحد. سلاح التحكيم الالماني لليسار اليمين، بينما اذا كان للمتحكمين الالمان في المدير على برايتنا ولومينيجي فكذلك عندنا العناصر التابعة عند حارسنا وتدخل تاع الدفاع امام الفريق الجدول وصف مع السباح بكل هدوء ونزلنا من طرف العناصر تاع فريق الوطني الثاني رجع مازال وكذلك تحلب وبلومي وفرجاني تدعيم الدفاع تصديقا للبنادير على 64 لقطات فرديه جميله و عروض كروية ممتازة قدموها العناصر تاع فريق الوطني فرديا وجماعيا لحد الآن، مع أنهم يستطيعون أكثر من هذا وأحسن من هذا، خش عندنا كذلك وهذا بالدولة اللي قلت التاريخية، بالدولة اللي رايح ربما يدخل بين التصفية الوطنية، فعندنا باللومي وعندنا فرجاني وعندنا قريشي وعندنا تحلب وعندنا بقية عناصر الفريق الوطني والدفاع. الدفاع بين مرسال في هذا المحطة بعد تدخل تعكيل دروس أمام الحارس سرباح وريبس امام الكره والانطلاقه تاع الفريق الوطني من جديد. نذكر ببدايه الشوط الثاني 7 دقائق لعب الشوط الثاني والنتيجه التعادل السلبي لمثلها بين الفريقين. كابتن انطلاقه تاع الفريق الوطني وحسين قبيله لكن تحلب تحلب كان يتاخر بضعه ثواني على نهايه الحركه واللقطه والمحاولة على الفريق الوطني. تفضل ربيع داعش. وهذه محاولة تاع كاتش كريس ماكسين وإلى دريملر في وسط الميدان. تمرير تسديدة من طرف عناصر فريق ألمانيا الغربية. وحدث تشدد من طرف عناصر فريقنا الوطني. يستمر هذا الهجوم ومحاولة عن فريق ماجر. ماجر خلفية إلى علي فرجاني. علي فرجاني يبحث على رفيقه ودحلب. دخلت و شوفوا تدفع فريق المايا الغربية يخشوا هذه المحاولات بتاع فريقنا الوطني وفريق سير في هجوم معاكس. رجوع على الصفر إلى خط الدفاع. شوفوا المحاولة هذه تتحسب طرف فرقان تاع ريجل وتمشي طرف فريق المانيا الغربية. التعادل دائما يجمع الفريقين حماس كبير هنا في ملعب مولينو. ترجيعات كبيرة من طرف أنصار منتخبنا الوطني الذين جاءوا عددين بالألف إلى هنا في متابعة في منتخب الوطني.